بهالفيديو رح نتكلم عن أغرب 5 نظريات مرعبة في تاريخ ألعاب الفيديو، والنظريات أو القصص اللي رح نتكلم عنها مو شيء حصل داخل ألعاب الفيديو، يعني مو قصة لعبة غريبة أو شخصية غامضة، لا، بل نظريات مرتبطة بالحقيقة، يعني ألعاب فيديو أثرت على عالمنا الحقيقي بشكل غريب وجدا مخيف. وصدقوني من كثر غرابة النظريات ما راح تصدقوها، بس راح أعطيكم الدلائل على كل قصة، ما راح أخترع أي شيء من عندي، ففيديو رهيب ومتأكد راح يعجبكم. يلا خلنا نبدأ. قبل أن نبدأ بس حاب أذكر أنه في giveaway شهري على شاشة أو تلفزيون ألعاب بدقة 4K 120 هرتز. إذا حاب تدخل بفرصة الفوز عليها، كل عليك تسويه ادعم فيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق مع وسيلة التواصل فيه معاك. وهذا الفيديو برعاية أحد أفضل ألعاب الموبايل الحماسية والممتعة، لعبة براول ستارز من شركة سوبر سيل. اللعبة بنظام مالتي بلاير باتل أرينا، كل جيم بيكون 3 أشخاص ضد 3 أشخاص، وبيكون جيم جدا سريع وحماسي، وفيها فوق 50 شخصية، كل واحد منهم عنده السلاح والخصائص الخاصة فيه. هذا غير أنه فيها فوق 14 حلبة أو خريطة، وفوق 5 أطوار تقدر تلعبها في اللعبة. غير كذا الشركة جدا مهتمين في اللاعبين العرب، كل فترة بيسووا بطولات خاصة للشرق الأوسط وعلى جوائز قيمة، نفس البطولة الرمضانية واللي شاركت فيها أنا وفريقي وعدة يوتيوبر ثانيين، بس للأسف خسرنا، بس كانت تجربة جدا رهيبة. فحملوا اللعبة الآن من اللينك الموجود بالوصف على الأب ستور والجوجل بلاي، وتمرنوا فيها عشان تشاركوا في البطولات المستقبلية. ويلا خلنا نبدأ بالفيديو. طيب خلنا نبدأ فيديو نظريات المرعبة بالمرتبة الخامسة، ومع لعبة الأركيد بيرزيرك. لعبة بيرزيرك نزلت عام 1980 وكانت على أجهزة الأركيد، يعني ما فينك تلعبها في بيتك، لا، لازم تروح على محل ألعاب، محل أركيد، بتدفع فلوس عشان تلعبها. واللعبة كانت جدا مشهورة على وقتها، وكان في كثير لاعبين يتنافسوا مع بعض فيها، والتنافس كان مين يقدر يجيب أعلى سكور في اللعبة، لأن اللعبة كانت دائما تعرض أسماء أفضل 10 لاعبين فيها أو أعلى 10 أشخاص جابوا سكور عالي. فكان دائما في كثير أطفال وشباب بمحلات الأركيد بيلعبوا هاللعبة لساعات عشان يتحدوا بعض ويجيبوا سكور أعلى من الثاني. المهم عام 1982 كان في شاب عمره 19 سنة عم يلعب لعبة بيرزيرك بأحد محلات الأركيد، ظل يلعب لساعات وقدر يجيب أعلى سكور في اللعبة، وكان جدا مبسوط لهالشي، فراح وكتب اسمه وتسجل اسمه كأعلى سكور في اللعبة. وبعد لحظات قليلة وهو بمحل الأركيد انصاب بسكتة قلبية ومات، وما كان عنده أي مشاكل صحية ولا أي شيء بدل أنه رح يصيبه سكتة قلبية. وبنفس السنة عام 1982 في ولد اسمه بيتر بوسكي كان مدمن على لعبة بيرزيرك، وكان دائما يروح محلات الأركيد هو أصحابه ويتحدوا بعض فيها. وفي أحد الأيام بيتر راح لوحده على محل أركيد بوقت متأخر الساعة 8 بالليل، وقعد يلعب بيرزيرك مدة ساعتين تقريبا، وقدر أنه يكسر الرقم القياسي ويجيب أعلى سكور في اللعبة. وبعد لحظات قليلة انصاب بسكتة قلبية ومات بنفس محل الألعاب. فلعبة بيرزيرك لعبة الأركيد الغريبة تسببت بوفاة شخصين، وبالصدفة هالشخصين كان عندهم أعلى سكور في اللعبة. الحين ممكن نلاقي تفسير منطقي لهالقصة، واللي هو إن هاللعبة تحتاج تركيز جدا عالي، وهالشخصين جابوا أعلى سكورات، يعني لعبوا اللعبة ساعات وساعات وكانت أعصابهم مشدودة من التركيز، فممكن هذا الشيء أدى إلى السكتة القلبية. في المرتبة الرابعة، قبل لا أتكلم عن النظرية المرعبة أو اللعبة، خلوني أعطيكم درس جدا سريع عن التاريخ عشان تفهموا النظرية. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945 صار في حرب ثانية بين أقوى حلفين في العالم. الحلف الأول اللي هو أمريكا والناتو اللي هي دول أوروبا وكان بيدعموا الفكر الرأسمالي، والحلف الثاني كان الاتحاد السوفيتي يلي فيه روسيا، أوكرانيا، جورجيا، والاتحاد السوفيتي كان بيدعم الفكر الشيوعي. المهم الحرب بين الناتو والاتحاد السوفيتي سميت بالحرب الباردة واستمرت إلى 45 سنة تقريبا.
وبهذاك الوقت كنت بتلاقي ناس بكل أنحاء الأرض متبنين الفكر الرأسمالي أو الفكر الشيوعي. طيب خلصنا من درس التاريخ، ليش شرحت لكم هالكلام كله؟ لأنه في نظرية بتقول أنه مؤسس أحد أشهر الألعاب في العالم سوبر ماريو كان شيوعي وعنده ولاء للاتحاد السوفيتي، فعمل لعبة سوبر ماريو وحط فيها كثير من أفكار الشيوعية ونشرها بأكبر دولة رأسمالية في العالم اللي هي أمريكا، وكان هدفها أنه يغير وعي الأطفال والشباب عشان يصيروا شيوعيين في أمريكا. طيب خلنا نشوف الدلائل على هالنظرية. أولا، شو اللون اللي معروف فيه سوبر ماريو؟ هو اللون الأحمر، ملابسه باللون الأحمر وطاقيته باللون الأحمر. وشو لون علم الاتحاد السوفيتي؟ كمان أحمر، والاتحاد السوفيتي بشكل عام كان دائما معروفين باللون الأحمر في كل مكان. غير كذا، شكل وجه سوبر ماريو نفس شكل وجه قائد الاتحاد السوفيتي، عندهم نفس الشنب مثل ما شايفين، وحتى عندهم نفس شكل الطاقية بالضبط. طاقية سوبر ماريو فيها دائرة بداخلها حرف M شعار سوبر ماريو، وطاقية ستالين فيها دائرة بداخلها شعار الاتحاد السوفيتي. وغير كذا، شو سلاح سوبر ماريو المشهور؟ المطرقة، والمطرقة هي الشعار الأساسي للاتحاد السوفيتي وحتى مرسومة على العلم. غير كذا، لما تفوز بأي مهمة بسوبر ماريو رح ينزل علم الأشرار ويرفع علمة على القلعة، وعلمة عبارة عن نجمة حمراء، والنجمة الحمراء ترمز للاتحاد السوفيتي وبالذات للريد أرمي أو الجيش تبعهم. وغير كذا، بقصة سوبر ماريو بيكون ماريو عمله أو مهنته نجار وسمركي، وفكرة الاتحاد السوفيتي إنهم موجهين لكافة الشعب البسيطين من العمال والنجارين وأصحاب المهن البسيطة، على عكس الفكر الرأسمالي اللي على قولهم موجه للأغنياء. وأخيرا، الشرير بقصة سوبر ماريو هو واريو، وجايبين واريو شخص اسمين بدين وبنفس الوقت طماع وبحب الفلوس، وكانوا الشيوعيين دائما يقولوا على الرأسماليين وأمريكا إنهم بدينين وسمناء وطماعين وبيحبوا الفلوس. فهذه بعض الدلائل اللي تأكد إنه سوبر ماريو فيه أفكار شيوعية. واللعبة نزلت بالسوق الأمريكي عام 1986، بهذاك الوقت كان لسه الحرب الباردة شغالة بين أمريكا والناتو والاتحاد السوفيتي على الجهة الثانية. ما انتهت الحرب إلا بعد نزول اللعبة بخمس سنوات تقريبا بعد هزيمة الاتحاد السوفيتي. ممكن حد يقول انه مصممين لعبة سوبر ماريو هم شركة نينتندو، شركة يابانية، ومصمم اللعبة اللي هو شاجيرو مايوموتو ياباني، فايش دخلهم بالاتحاد السوفيتي والفكر الشيوعي؟ في الثمانينات وقت نزول سوبر ماريو كان في حزب شيوعي باليابان جدا قوي، وكان على الاقل 10% من اليابانيين مؤمنين بالفكر الشيوعي، فممكن مصمم سوبر ماريو كان فعلا شيوعي وعم بيحاول ينشر هالافكار بامريكا اللي هي العدو الاول للشيوعية في العالم. في المرتبة الثالثة، عام 1996 نزلت لعبة بوكيمون ريد أند بلو. اللعبة نزلت على جهاز الجيم بوي من شركة نينتندو، ونزلت في البداية في اليابان فقط، وبعد بسنتين نزلت في باقي العالم. المهم، وانت قاعد تلعب اللعبة رح توصل إلى مرحلة بمنتصف اللعبة تقريبا اسمها لافندر تاون أو مدينة لافندر، وهالمنطقة جدا مخيفة في اللعبة لأنه هي على أساس مقبرة للبوكيمونز. وأول ما تفوت على هالمنطقة رح تشتغل موسيقى جدا غريبة. هالموسيقى كان فيها موجات وذبذبات معينة تخلي الأطفال اللي يلعبوها يصير معهم صداع، غثيان، نوبات صرع، وحتى نزيف في الأنف، وحتى في بعض الأطفال انتحروا وقتلوا نفسهم بعد ما سمعوا هالموسيقى. وهالموسيقى كانت تأثر فقط على اللي بيسمعها لفترات طويلة وفقط على الأطفال، يعني لو ما كنت طفل ولو ما سمعتها لفترة طويلة المفروض ما تأثر عليك. فاسمعوا الموسيقى معي. المهم، من كثر المشاكل اللي سببتها موسيقى لافندر تاون ببوكيمون ريد اند بلو، الشركة غيرتها لما نزلت اللعبة بالعالم. هي اللعبة نزلت عام 1996 باليابان، وبعد سنتين نزلتها في أمريكا وباقي العالم، وبالنسخة العالمية شالوا هالموسيقى من اللعبة. طيب هل هالكلام صحيح؟ في كتير فيديوهات على اليوتيوب تتكلم عن هالقصة وعليها ملايين المشاهدات، حتى موسيقى اللعبة على اليوتيوب عليها فوق ال 16 مليون مشاهدة، ولو بتكتب اسم المدينة لافندر تاون على جوجل راح تلاقي عدة مقالات عن هالموضوع. وعلى حسب أبحاثي اللي سويتها فما لقيت أي مصدر موثوق لهالقصة،
فعلى الأكثر الموضوع كذبة وفي واحد اخترع هالقصة ونشرها بين الناس. طيب لكن ليش معظم الناس صدقوا هالقصة أو النظرية؟ أولا لأن بنفس سنة نزول اللعبة عام 1996 كان فعلا في كثير حالات انتحار بين الأطفال والمراهقين في اليابان، فوق 100 طفل مراهق انتحر هذيك السنة. بس لو بتشوف معدل انتحار للأطفال والمراهقين باليابان رح تلاقيه دائما عالي حتى قبل نزول اللعبة. حتى آخر سنة عام 2021 فوق 400 طفل ومراهق باليابان انتحروا، وهذا الشيء بيرجع لمجتمعهم المنغلق وعدم وجود الدين عندهم. فأي الانتحار ما له أي علاقة بلعبة بوكيمون ريد أند بلو. والسبب الثاني اللي خلى الناس يصدقوا هالنظرية إنه شركة نينتندو شالت أو غيرت الموسيقى لما نشرت اللعبة في أمريكا والعالم بعد سنتين. غيروا الموسيقى لأنهم انتبهوا إنها فعلا مخيفة ومزعجة للأطفال، واللعبة أصلا موجهة للأطفال، فتغيير الموسيقى ما له أي علاقة بالانتحار. طبعا أنا ما قاعد أنكر وأقول هالقصة ما صارت، لا، في كثير مقالات وفيديوهات يوتيوب عنها، بس اللي قاعد أقوله ما لقيت ولا مصدر موثوق واحد يدل على أن هالقصة حقيقية. في المرتبة الثانية، عام 2000 سوني أطلقت جهاز البلاي ستيشن 2. على وقتها الشركة قالت أنه جهاز البلاي ستيشن 2 هو أقوى جهاز كمبيوتر موجود في العالم بوقتها، وفعلا كان كلامهم صحيح. عام 2000 ما كان في ولا جهاز كمبيوتر أو جهاز ألعاب أقوى من البلاي ستيشن 2. وكمان على وقتها صار يطلع كلام من الحكومة الأمريكية أنه دولة العراق أو الرئيس صدام حسين كان عم يبني ويصنع أسلحة أو قنابل نووية. طيب إيش دخل البلاي ستيشن 2 في العراق؟ على وقتها بعام 2000 طلع كتير كلام وشائعات ونظريات انه حكومة العراق او صدام حسين اشترى 4000 جهاز بلاي ستيشن 2 وقاعد يشتغل على اعادة برمجتهم عشان يشغلوا الاسلحة والقنابل النووية. انتشر هالكلام بشكل جدا كبير عام 2000 لدرجة انه طلع تصريح من الحكومة الامريكية ومن CIA وكالة الاستخبارات انهم عم يحققوا بهالموضوع عشان يشوفوا اذا صحيح ولا لا. وعلى وقتها طلع مهندس كمبيوتر جدا مشهور في مجاله اسمه فيليب دي هارمن وقال انه جهاز بلاي ستيشن 2 واحد فيه قوة تكنولوجية اقوى من جميع الكمبيوترات يلي كانت مع امريكا بالحرب العالمية الثانية واللي استعملوها عشان يصنعوا القنبلة النووية اللي ضربوا فيها اليابان بعدين، وهذا جهاز واحد، فما بالكم 4000 جهاز رح يصنعوا قنبلة ذرية جدا قوية. وبعد انتشار هالشائعات بوسائل الاعلام شركة سوني وقفت بيع جهاز البلاي ستيشن 2 الى العراق ليبيا وايران لفترة مؤقتة. بعدين بعام 2003 كلنا نعرف انه تم غزو العراق من امريكا بحجة انه عندهم قنابل نووية، وطلع بعدين ما عندهم لا قنابل ولا اسلحة نووية. وحاليا بعض المحللين عبرجعوا يطلعوا على قصة البلاي ستيشن 2 وقالوا هذه كانت فقط قصة مفبركة أنشأتها الحكومة الأمريكية عشان يغزو العراق. مو بس هذه القصة، كان في مئات القصص غيرها عم تنتشر بهديك الفترة عشان يقنعوا الناس إنه العراق عندها أسلحة نووية وعشان يبرروا بعدين الغزو الأمريكي للعراق. وبالمرتبة الأولى عنا لعنة لعبة مادن. في لعبة رياضية من شركة EA اسمها مادن واللي هي كرة القدم الأمريكية بس لعبة فيديو، وهاللعبة جدا مشهورة في أمريكا وبتبيع ملايين النسخ كل سنة لأنه هذه أشهر رياضة عندهم. المهم أول جزء للعبة كان عام 1999 وغلاف اللعبة كان صورة أفضل لاعب على وقتها اللي هو جاريسون هيرث. هذا اللاعب يعتبر من أساطير كرة القدم الأمريكية وسجل أحد أفضل الأهداف بتاريخ اللعبة. المهم بعد ما حطوا صورته على غلاف اللعبة وبنفس السنة تعرض لإصابة جدا قوية في ركبته، وبسبب هالإصابة اعتزل وما رح يقدر يلعب كرة القدم الأمريكية في حياته بعد كذا. وبعام 2000 نزل جزء جديد للعبة مادن وكانوا محتاجين لاعب جديد يحطوه على غلاف اللعبة، وعلى وقتها كان أفضل لاعب اسمه باري ساندرز وكان جدا متميز إنه جدا سريع، مجرد ما يأخذ الكرة ما حد رح يقدر يلحقه. بعد ما حطوا صورته على غلاف اللعبة بنفس السنة تعرض لإصابة وانكسرت رجله وخلته خلاص ما رح يعرف يرقد بعد كذا واعتزل اللعب. طيب ممكن حد يقول
يقول انه صدفة وعادي يعني مو شيء غريب. طب شو رأيك انه كل لاعب حطوه على الغلاف من وقتها لعام 2007 كلهم تعرضوا لإصابات خطيرة بنفس السنة يلي تم عرض صورهم على غلاف لعبة مادن، وكل هالإصابات أدت إلى اعتزالهم للعب لأنه كانت إصابات جدا خطيرة. فبعام 2008 الناس صاروا ينتبهوا لهالشي، وكل وسائل الإعلام والأخبار صاروا يتكلموا عن لعنة لعبة مادن أو The Madden Curse. Everybody talks about this Madden Curse and now Michael Vick, well he graced the Madden cover back in 2004 and promptly suffered a broken leg, missing the first 11 games of the season. Vince Young's quad. Chance injury or Madden curse? I believe it's a curse, Wubba. OBJ will not avoid the Madden curse. فبعام 2008 شركة EA عرضت على عدة لاعبين إن تحط صورهم على الغلاف ومعظمهم رفضوا إلا اللاعب فينسن يونغ. قبل العرض وحطوا صورته على الغلاف وصار معاه لقاء تلفزيوني، سألوه عن اللعنة وصار يتمسخر ويقول ما في شيء اسمه لعنة. You know there's a curse associated with this game and every year guys say I'm not worried about it and then every year something seems to happen. Well, I didn't pray about it and we're going to go on and try to get to the playoffs and try to get to the Super Bowl. We'll see what happens. Yeah. المهم بعد هالمقابلة لعب أول جيم إلى ومثل ما توقع الجميع تعرض لإصابة جدا قوية، بس ما كانت إصابة خطيرة، فأخذ إجازة 3 أسابيع عشان يتعافى ورجع لعب بالمباراة اللي بعدها وتعرض لإصابة ثانية أقوى. راح أخذ إجازة شهر عشان يتعافى ورجع لعب ورجع تعرض لإصابة أقوى وأخطر. خلال سنة واحدة تعرض لأربع إصابات أدته أنه خلاص ما راح يقدر يكمل في اللعب واعتزل. ومن بعدها من عام 2010 لعام 2021 كل لاعب بيحطوا صورته على الغلاف بيتعرض لإصابة قوية وبيعتزل اللعب باستثناء 4 لاعبين. آخر لاعب كان السنة الماضية لامار جاكسون، حطوا صورته على الغلاف وبعدها بأسابيع لعب مباراة وتعرض لإصابة وصار معاه ارتجاج في الدماغ. يعني من أول لعبة لهم من عام 1999 لعام 2022 نزلوا 23 لعبة، حطوا صور 23 لاعب على أغلفة ألعابهم و17 لاعب منهم تعرضوا لإصابات خطيرة خلتهم يوقفوا لعب، وكل إصابة كانت تجي بنفس سنة نزول لعبتها. ممكن حد يقول ليش اللاعبين إلى الآن عم يقبلوا بالعروض؟ لأنه بكل بساطة مبلغ جدا مغري، يعني عم يدفعوا لهم بالملايين مقابل أنه يحطوا صورته على غلاف اللعبة. وبكل صراحة أنا عندي تفسير شخصي لهالحادثة، واللي هو بكل بساطة نحن في ديننا الإسلامي من آمن بالعين والحسد، مذكورين في القرآن وبالأحاديث عن العين والحسد وشو ممكن يسووا. فممكن هاللاعبين بس يحطوا صورهم على غلاف اللعبة وزملائهم يعرفوا انه اخذوا ملايين الدولارات وصاروا جدا مشهورين بيحسدوهم او بيصيبوهم بعين، بس ما حد يدري، الله اعلم. فأي شباب هالفيديو لليوم، اتمنى يكون عجبكم. اتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك وشاركونا بالتعليقات شو اكتر نظرية كانت مخيفة او غريبة بالنسبة لك. اتمنى تشاركونا هالشي بالتعليقات، وبس كان معكم الشركة إيال وبشركة كي، شوفكم بديهات تانية ان شاء الله. مع السلامة.